الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي طبخ سهل مع سناء. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حليوه اللي كتجي هشيشه بسيطه بنينه معلكه. قد ما وصفتها لكم ما غاديش نوفي الحق ديالها سوى الا جربتوها. بلا ما نطول عليكم ندوزو نشوفوا المكونات طريقه التحضير ديالها. فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات كنحتاج 4 الحبات ديال البيض بحرارة المطبخ بحجم اللي هو كبير، 2 كيسان ديال العنبه ديال سكر سنيده، 2 كيسان ديال العنبه ديال زيت نباتيه، نص معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه، كاس ديال الزبيب اللي مرطباه من قبل في شويه ديال المازر او الماء اللي بغيتو. عندي هنايا كاس ديال الكاكاو المر ماشي الحلو المر، كاس ديال العنبه، ونفس الكاس ديال العنبه زنجلان صاين دقيق كيبقى على حسب الخليط. انا وزنت تقريبا 1 كيلو، غنقول لكم في الاخير شحال خدات ليا. وجوج صاشيه ديال خميره الحلويات بفئه 8 غرام في مجموع 16 غرام، مع صاشي واحد ديال السكر الفاني بوزن 7 غرام ونص. بالنسبه للطريقه، اول حاجه كنخدم هو البيض، 4 ديال البيضات بحراره المطبخ بحجم اللي هو كبير. كنضيف عليهم 2 كيسان ديال السكر سنيده بالكاس ديال العنبه، مع صاشي واحد ديال السكر الفاني من وزن 7 غرام ونص، رشه صغيره ديال الملحه. سمحوا لي ما ذكرتهاش مع المكونات من الاول. كنخدم مزيان السكر مع البيض حتى كيندمج مع بعضياتهم وما كيبقاش السكر حبيبات. وبلا ما تستغربوا في الكميه ديال السكر، تشوفوا 2 كيسان ديال العنبه وتجيكم كثيره، لا راه كتجي هي هذيك في الحلاوه، ما كتجيش حلوه وما كتجيش نهائيا مره، لان كنديروا كاس ديال الكاكاو مر، بهذاك الكاس ديال الكاكاو المر كتعادل الحلاوه بجوج كيسان ديال السكر. ممكن تخدموا في هذه المرحله الضراب اليدوي حتى تبغوا تضيفوا الدقيق، عادي تخدموا يديكم. من بعد ما ذاب السكر كنضيف 2 كيسان ديال العنبه ديال زيت نباتيه، حتى هو كنخدموا مزيان مع الخليط حتى ما كيبقاش معزول عليه. صافي انا تخلط مزيان الزيت مع الخليط. كنضيف كاس ديال العنبه ديال الزنجلان مع نص معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه، كنخلطهم حتى هما مع المكونات حتى كيندمج الزنجلان مع القرفه مع الخليط كامل، عاد لي كنرجع نضيف المكونات اللي بقات. في الاخير كنضيف الدقيق اللي سبق ليا وغربلته، هنا وزن انا كيلو، غنضيفو بالتدريج وفي الاخير غنقول لكم شحال خدات ليا ديال الدقيق. كنضيف صاشيه ديال الخميره الحلويات من فئه 8 غرام، يعني في المجموع 16 غرام. كنضيف في الكاس ديال الزبيب اللي كنت مرطباه من قبل في مزهر او في الماء اللي بغيتو، مزهر غير كينسمو صافي. وكنضيف كاس ديال الكاكاو المر، كنأكد الكاكاو يكون المر ماشي الكاوبيل اللي كنديروه مع الحليب. صافي كنبدا نخلط هاد المكونات كاملين، وانا كنضيف الدقيق بشويه بشويه عيني ميزاني حتى كتجمع ليا العجينه. بالنسبه للقوام ديال العجين ما كيكونش قاصح وما كيكونش مرخوف بزاف، يعني كتكون ما بينو بين. المهم الدقيق ضيفوه نتوما بشويه بشويه، لان كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش، كاين انواع. في هذه المرحله الا كنتو خدمتو بالضراب اليدوي بالنسبه للسوائل، فاش بغيتو تضيفو هكا الدقيق والكاكاو غتخدمو يديكم، يعني غتزولو الضراب اليدوي. غنبقى مستمره هكا انا كنخلط فيها او كنعجن فيها، وانا كنضيف الدقيق حتى تجمع ليا، واكيد غادي نشارك معكم القوام ديالها من بعد ما غادي نجمعها. صافي هنا بعد ما جمعت العجين بالدقيق، هذا هو القوام كيف ما كتشوفو، كتكور في يديا بسهوله وما كتكونش قاصحه، كتكون مرخوفه شي شويه، المهم ماشي بزاف. بالنسبه للدقيق من كيلو تقريبا كيلو الا ربع اللي خدا ليا في المجموع، ولكن ما تقيدوش بهذه الكميه ديال الدقيق اللي قلت لكم، لان الدقيق كيبقى على حسب النوعيه ديالو. وهذا هو القوام ديالو البنات كما كتشوفوا معايا، كتكون مرخوفه. دابا غندوزو نشكلوها. بالنسبه للطريقه التشكيل ديالها راه ساهله، خذوا كميه بين يديكم وكوروها، راه ما كتلصق ما حتى شي حاجه. وبالنسبه للعطر فرشت ليها ورق الطبخ. هو فاش تشكلوا هاد الحليوات حاولوا تبعدوهم شي شويه في اللاطه، ما تقربوهمش، لان فيها جوج صاشيه ديال الخميره الحلويات كتكبر شي شويه يعني كتضيع. حاولوا تبعدوهم شي شويه باش ما يتلاصقوش. كيف ما كتشوفوا معايا في طريقه التشكيل ديالهم راه ساهله بحال كنكورو التمر، يعني ما كتلصق ما حتى شي حاجه. وصدقوني بنات راه كتجي حليوه اللي هي بنينه بنينه، كتجي رطبه ومعلكه ما بين الكاكاو والزبيب مع الزنجلان، تعطي واحد شويه ديال القرمشه، كتجي غزاله بزاف. صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل لاطات كاملين اللي عندي. وبالنسبه للكميه كتحط كميه ليا ما شاء الله، واخا تشوفوا الحبات راهم كبار ولكن كتحط كميه ليا كثيره. من بعد ما غادي نكمل لاطات كاملين غادي نعمرهم. بالنسبه للطياب ديالها كطيب
بحال الطياب ديال الحلوى العاديه، الفردان يكون سخون شي شويه من قبل، كتوضعوا الطاوه في الفردان والعافيه تحت منها، غير كتشوفوا ان شدت راسها شي شويه لان اللون ديالها مغموق، راه ما غاديش يبان لكم واش طابت او لا، ردوا البال معاه لان فيها الكاكاو ماشي بحال الحلوى اللي كانت باللون الابيض. غير تشوفوا شدات شويه راسها وخرجوها، ما كتديش الطياب تقريبا واحد 20 دقيقه ديال الطياب الا كان الفردان سخون من قبل، راه كتجي هي هذيك. المهم ردوا البال معاها لان اللون ديالها بلون بالكاكاو، يعني ما غاديش تبان لكم واش طابت او لا، غير تشوفوا شدات راسها وخرجوها. من بعد ما غادي نكمل ليها الطياب اكيد غادي نشاركها معكم، غادي ندوزو نكملوها التزيين. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما طابت وخرجتها من الفران، هذا هو الشكل ديالها عن قرب. هنا قبل ما غادي نزينوها حاولت كنشاركها معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي. صافي غادي نخليها جنب وغندوز نحضر المكونات التزيين. بالنسبه للتزيين كنحتاج الكونفيتير السائل الخاص بالحلويات، ما ديروش الكونفيتير ديال الاكل اللي كيكون فيه طريفات راه معروف، ديروا السائل. وكنحتاج كميه من الكوك، بالنسبه للكوك حاولوا تاخذوا الكوك اللي كيكون رقيق، كيكون نوعيه اللي مزيانه حسن من هذاك الغليظ المخشب. بالنسبه للطريقه كندير الكونفيتير في كاسرونه، وإلا لقيتوه جامد حاولوا تسخنوه شويه في البوطه حتى يتطلق، اولا خفوه بشويه الماء، المهم ما يكونش ثقيل الكونفيتير، ضروري يكون خفيف. الطريقه كناخذ الحليوه كنديرها هكا في الكونفيتير، كنفزقها مزيان حتى كنفزقها وكنوضعها في الكوك، كنبقى مستمره حتى كندير واحد الكميه ديال الحلوه في الكوك، عاد اللي كنوضع يديه في الكوك باش ماشي كل لقيتها يدي في الكونفيتير يدي في الكوك وتنوض روينه، يكون الخدمه هكا منظمه. بالنسبه لهذا الزين هذا بالكونفيتير مع الكوك ضروري ديروه لانه هو اللي كيكمل هذه الحلوه، يعني ماشي درناه غير تزين هكاك وصافي، لا حاولوا ديروه في الكونفيتير والكوك لانه هو اللي كيكملها وكيعطيها واحد المذاق اللي هو غزال بزاف، كتجي رطبه فاش تاخذوا الحلوه بديك العضه كتجي رطبه ما بين القرمشه ما بين التعليكه ديال الزبيب كتجي غزاله بزاف. واللي ما كياكلش الكوك والكونفيتير ممكن انكم تخليوها عاديه كتجي زوينه، غير هي كتكملها الكوك والكونفيتير. صافي غنبقى مستمره بنفس الطريقه نديرهم في الكونفيتير مع الكوك، واكيد غنشارك معكم الشكل النهائي من بعد ما غادي نكملها. وهذا هو الشكل النهائي للحليوه بعد ما كملت ليها التزيين، بصراحه البنات كتجي غزاله بنينه رطبه معلكه، قد ما شكرتها لكم ما غاديش نوفي حقها، سوى الا جربتوها اكيد غادي تعجبكم ان شاء الله، صدوا عليا في التعليقات. بلا ما نطول عليكم، الى عجبتكم الوصفه وعجبكم الفيديو خليوا لي البصيمه، اللي مازال ما اشتركش في القناه اشترك وتفعل الجرس باش دائما توصل بالجديد. بالنسبه لهاد الحليوه كنت باغا نقسم لكم هكا وحيده تشوفوا كيفاش كتجي معلكه من الداخل، ولكن خرجت لي امبالي، المهم تجربوها ان شاء الله تردوا عليا. بلا ما نطول عليكم، الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه، خليت لكم الراحه.